مشكتهم كانت صدفة، مش كيف كانت الرواية الإسرائيلية إنه في حدا اتصل إنه طلبوا أكل أو صاروا يدوروا في الصناديق الزبالة على أكل، وواحد اتصل وخبر عنهم. لا، حاولوا كل الوقت في وقت هروبهم ما يدخلوا الكرة العربية مشان ما يشركوش ناس آخرين، وعلى أساس ما يعرضوش أي فرد من شعبنا بالداخل لأي مساءلة مستقبلية.